كنشوفوا حنا هاد الناس هادو راه كيديروا هادشي من القديم، والنساء والعيالات راه كيجيو عندهم هما راه ما كينصبوا على عباد الله، كيديو لهم رزقهم. هاد الحيوانات اللي كيستعملوا فهما كيستعملوهم للشعوذة. مثلا كنشوفوا هادوك الفكارن، تصور كنشوفوا هادوك الفكارن اللي كيستعمل كيديروا فيهم السحر، كيديروا في الفم ديال الفكرون وكيسدوا عليه. والاغلبيه الشيء اغلبيه اللي كاينين هنايا فهما راه ماشي ما كيديروا لا سحر لا والو، هما غنصابه نصابه كينصبوا على العيالات كيديروا لهم رزقهم، كيقول لهم اننا حنا غنقضيو لكم الغراض. المراه مسكينه كتجي مقروحه، كتجي مثلا عندها راجلها، عندها خطيبه، عندها شي حاجه، خافت ولا يمشي لها ولا شي حاجه، فهي كتجي مثلا عند النصابه اللي كيديو لها رزقها وكينصبوا عليها وكيديو لها فلوسها، ما كيديروا حتى شي حاجه. هادو راه كتجي مثلا كتقول لي انا بغيت راجلي يبقى ليا، ولا بغيت مثلا شي واحد حبيب ديالها ما يمشيش عليها، فهما كيجيو كيديروا لهم هذاك التخربيق، كيخربقوا عليهم، كيكذبوا عليهم، وكيقولوا لهم راه حنا قضينا لكم الغرض، هو ما كاين لا غرض لا والو، الله سبحانه وتعالى هو كيقضي الغرض. اما بالنسبه لهادو راه غنصابه كيديو العيالات رزقهم، وهانتوما شوفوا هما التصاور ديال العيالات.